بيكم معانا في فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي ايمي. يا رب تكونوا بخير واحسن حال. معاكم ايمان. في فيديو النهاردة هنتكلم عن حكاية صباح، واللي بتمثل نموذج مشرف للشعب المصري بعد ما الظروف خلتها تتحول لامرأة حديدية وتصبح عتالة، ودي بتكون مصدر رزقها الوحيد بعد ما زوجها سابها هي واولادها لوحدهم وهرب من كتر الديون اللي عليه. تعالوا نتعرف مع بعض على السيدة المصرية صباح ونكمل حلقتنا، بس مش قبل ما نصلي على النبي ونضغط لايك للفيديو، عايزين كلنا نشجعها ونوصل الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. ولو بتشوفونا لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان تتابعوا معانا كل جديد. أنا كنت شغالة في الحديد من 2006 والراجل مشي ورب على الديون وقعدت أسد، كان عيالي صغيرين وكبروا وجوزت البيت، وفي ناس برضو ساعدتنا الله يبارك لها في صحتها وعافيتها، ست أم محمودة بخالد برضو ساعدتني وربت العيال لغاية ما برضو عيالي كبروا وبقوا رجالي. أنا معايا محمد شال شكارة اسمنت وهو بستة ابتدائي. صباح سيدة مصرية من قرية تابعة لمركز إنا، عندها تقريبا 50 سنة. شهرتها صباح العتالة، بتمارس المهنة بقالها 14 سنة. يوميا بتحمل شكاير الإسمنت والحديد المسلح مقابل 15 جنيه لحمل طن أسمنت و50 جنيه لطن الحديد علشان تربي أولادها التلاتة على أمل تشوف مستواهم أفضل في المستقبل. وقدرت إنها تجوز بنت من أولادها، وكل الصعوبات اللي واجهتها كان سببها زوجها اللي كان بيشتغل بأجر يومي غير منتظم، وازداد في تجميع الديون من أشخاص كثيرة، وبعد تراكم الديون قرر الهروب وترك المسؤولية كاملة وأولاده لزوجته صباح. لكن هي كانت أقوى من الظروف وخرجت تدور على شغل لغاية ما قدرت تتغلب على مهنة صعبة على أي سيدة تتحملها، وأصبحت صباح العتالة. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى تعجبكم. في انتظار أراءكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.